هاي فاطمة الحسن من حلب، صوبت بجراق قذيفة مهدر أحد أطرافها، ومات أبوها استشهد بالحرب. أتمنى فاطمة توجه رسالة للعالم. أنا فاطمة أحمد الحسن، بريد بركب طرف بلعب مع الأولاد بهالطابة، كل ما بدي روح على المدرسة وإجي، كل ما بشوف الأولاد عم يلعبوا بالمدرسة بحس حالي ما نبرك بأجر بجي على البيت بحس حالي مقهورة وبحط روحي. هاي رسالة عم توجه رسالة للعالم، بدها تطلع لبرا الدول تركب طرف لرجله، بتمنى تساعدوها.